إنه أصغر برلماني في الجزائر. أيوب شرايطية من سطيف سيدخل قصر زيغود يوسف قبل أن يتجاوز 26 من عمره، وسيشارك في رئاسة أول جلسة للمجلس الجديد. مواليد 26 مارس 1991 بعين كبيرة، يعتبروني أصغر برلماني إن شاء الله. بدينا السياسة في 2013 في حزب تاج، كان أول حزب دخلت ليه هو حزب تاج لأنه كان ينادي بالشباب وفعلا برهنوا. من هذه كنا كعضو في المكتب البلدي لعين كبيرة، ثم في 2014 رئيس المكتب البلدي لعين كبيرة. جات الاستحقاقات هذه، طلب منا الترشح، ترشحنا، ديبوزينا ملفات، جمعنا الاستمارات والحمد لله. قيادة الحزب وضعوا الثقة فينا. هو يمثل مختلف شرائح المجتمع، لكن تركيزه سيكون على فئة الشباب. بما أن الشعب وضع فينا ثقة والحمد لله، وأعتبر المثال تاع الشباب والأمل تاعهم إن شاء الله، راح نسعوا بإذن الله باش ندافعوا على حقوق الشباب، ويجب أن يكون لهم تمثيل على كل المستويات، وهذه اللي راح ندافعوا عليها بقوة بشراسة، ندافعوا على الشعب الجزائري ككل وخاصة فئة الشباب. التشريع مهمة الخبراء، هذا لا يعني أنهم كبار السن، والسياسة في نظر أيوب ليست حكرا على أحد. السياسة ليست حكر على الرجال اللي عندهم خبرة طويلة أو شيوخ، ولا السياسة مادام القانون شرحها أبارتير دو 25 كون، معناتها أي واحد فايت الحق 25 سنة قادر يترشح، قادر يعطي الإضافة. من أقصى ولاية سطيف جاء يسعى لدخول قبة البرلمان، وهو أصغرهم، والذين انتخبوه يأملون أن يكون كبيرهم.